فريق اليوسفية، يوسفية برشيد البديل يونس رشيد يسجل ثالث الأهداف لفريق يوسفية برشيد ويعدل النتيجة. نعم 3-3، نعم هي 3-3. جاءت بعد كيفية تمرير الملامترية عن طريق عبد الخالق ترحبي ويونس رشيد يقول أهلا وسهلا ويسجل الأهداف، يسجل الهدف الثالث لفريقه بعد كيفية. نعم عبد الخالق ترحبي ويونس رشيد مازال منقص والكرة في الشباك. نعم لم يقم يعني بالزياد وسجل هدف ثالث وحل الحارس حسين الشاب يحتفل بطريقته. أكد أنه كان ضغط، كان ضغط بالنسبة لي بفريق يوسفية برشيد. والهدف الثالث ياتي في الوقت البدر الضائع عن نتيجه متعادله. الوقت البدر الضائع ياتي بالهدف الثالث. دقيقه 93.